أسلفاي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى اسمع أيها الرجل، إنك لا تكره هذا الرجل الذي أسألك عنه ولا تدين له، ومع هذا لم تستطع إلا أن تقول فيه ما قلت، فقد زعمت أنه من أمحاضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله الأنبياء من أواسط قومهم، وسألتك هل كان من أهل بيته من يقول ما يقول فقلت لا، وسألتك هل كان له ملك فسلبتموه إياه فقلت لا، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان، وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويكرمه أم يفارقه، فزعمت أنه قل من يفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك عن حربكم معه فقلت سجال، وكذلك تكون حروب الأنبياء ولهم تكون العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وحق يسوع المسيح لئن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين وأنا في إلياء ببيت المقدس وإلى أبعد وأبعد من ذلك بكثير، ولوددت أني عنده فأغسل قدمي. الحق بشأنك. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرنا إلى خيبر فاتحين منصورين بإذن الله. اضربوا الابواب
وعندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنده أمام حصون خيبر دعا ربه وقال: اللهم رب السماوات وما أظلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أزرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال: أقدموا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، عدنا إلى ديار أخيرا لنرتاح قليلا حتى تجهز ركائبنا، نأكل ونشرب ونرتوي من الماء، ثم نذهب إلى المدينة. الله يا رب العالمين، 14 عاما مضت، إنه دهر. لقد برحني الشوق إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لنرتاح قليلا. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا ما أخلقه رده فيه. أسمع ما أسمع يا خالد؟ أسمع يا جعفر. إنه أذان المغرب يتردد في هذه الأنحاء من عرب ورعاة وسابية. خرجنا لا نجرؤ على قولها إلا سرا، وها هي كلمة التوحيد تتردد في هذه الأنحاء. الصلاة يا معشر المسلمين. جعفر، لنمضي الليلة هنا ولنغادر صباحا. انزلوا. لقد افتتحنا يا رسول الله من خيبر حصونا كان أولها حصن ناعم والقموس. الله أكبر. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، وقد استبرأ صفية بنت حيي زوجة لنفسه معززة مكرمة. لقد ذهبت يا رسول الله مقاتلا كم